السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. الله يبارك في حضرتك. وياك. لي سؤال بس. تفضل. الله يكرمك. بالنسبة أنا عندي شقة ب 300,000 جنيه اشتريتها. ومأجرها ب 30,000 تقريبا سنويا يعني. فالزكاة على أصل العقار اللي هو ثمن الشقة يعني 300,000 ولا على ال 30,000 اللي هم بيطلعوا منها؟ ولا على الاثنين مع الأدلة الله يبارك لك؟ أنت شاريها للتجارة أو ولا للسكنة؟ أنا شاريها استثمار، يعني عشان تجيب لي دخل نصرف بيه على بيتي. لا، ما في فرق بين الاستثمار، بين أن تكون تاجر شقق وبين الصورة التي ذكرتها. يعني هل أنت تاجر شقق؟ أيوه أنا تاجر. أيوه تاجر شقق. عشان تصرف على بيتي. يا أخي افهم لي كلامي بس. الله يسلمك. تفضل. في فرق بين تاجر الشقق، في هذه الحال نعتبر الشقق عروض تجارة وتزكى مع ربحها. والفرق أن شخص له عمارة أو له برج أو له شقة هو فقط يؤجرها ويأخذ إيجارها. هذه الأخيرة ليس عليها زكاة إلا على الإيجار، إذا اجتمع معك من الإيجار ما يبلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى. لكن إذا كنت أنت تاجر شقق، تاجر تشاجر في الشقق والعقار، على العقار مع ريعه زكاة. الكلام مفهوم؟ الأخيرة بس، العقار مع ريعه عليه زكاة إذا كنت تاجر شقق. أما إذا كنت مؤجر شقق لا. جزاكم الله خير. مع السلامة.